أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره للمستشار الألماني أولاف شولتس على تقديم بلاده الدعم لمصر أثناء تنفيذها برنامج عمل أكبر مشروع للقطار الكهربائي. وفي كلماته خلال الجلسة الختامية للقمة، أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم تقديم الدعم من ألمانيا وتمويل مخاطر لإتمام هذا القرض الضخم الخاص بالمشروع. بوجه شكري للمستشار شولتس. نفس الكلام احنا لما جينا نخش في برنامج لعمل اكبر مشروع للقطار الكهربائي في اطار التنميه المستدامه وفي اطار ايضا عوامل المناخ، مجابهه عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثه تبقى بعيده جدا عن التلوث وتاثيراته. كان في دعم قدم لينا، ولما قصدنا ان مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حصل ده. حصل هذا الأمر وتم تمويل مخاطر الائتمان للقرض ده، القرض ضخم برقم كبير. وده تحقق. أنا عايز أقول في النقطة ديت لزمايلنا اللي بيسمعونا وليكم كلكم إن الشراكة، التعاون هو عمل ومتحرك بين الكل، بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو والتقدم.